أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل فقير عنده لي مبلغ من المال، فهل يجوز لي أن أحسب هذا المال الذي عنده من الزكاة الواجبة علي؟ لا، يقولون لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، لأن الله أمر بإيتاء الزكاة، يعني دفعها للمحتاج، وإسقاط الدين ليس إيتاء للزكاة. بل ربما أن بعض الناس إذا أيس من الدين وخاف أنه ما يجي يجعله زكاة وقاية لماله، هذا ما يجوز. الحاصل أنه ما يجوز دفع إسقاط الدين في مقابل الزكاة، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يجوز أن تسقط زكاة ذلك الدين منه، تسقط زكاته منه فقط. أما أن يسقط الدين عن زكاة الأموال التي في يدك، هذا عند الجميع بالإجماع ما يجوز. نعم.